بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم زملائي الأعزاء. أنا وبعض من الزملاء اجتمعنا مع بعض وحلينا أسئلة كتاب الـ MCQ بالفسيولوجي، فطلعنا بحصيلة تقريبا 20 سؤال أو 22 سؤال كان فيهم مشاكل أو كان فيهم أفكار مو واضحة. ودينا الأسئلة هاي لدكتور عفت، ناقشنا معها. صراحة من 20 سؤال 8 أسئلة ووضحت لنا بعض الأشياء باقي الأسئلة. فبالفيديو اليوم أنا راح أحاول أحل معاكم 20 سؤال اللي شفناهم فعلا صعبين وفيهم أفكار إحنا تعبنا فيها، فمشان أختصر الوقت يعني على الناس إنها بدل ما تدور أو فيها معلومات زيادة دكتور عفت أعطتنا إياها لما تناقشنا معها، فحبيت أوصلها للكل. فنبدأ على طول بدون ما أضيع وقتكم. طبعا أنا راح أكتب بالدسكريبشن تبع الفيديو أو بالبوست، راح أكتب كل سؤال أنا شرحته بإكزاكت لأي دقيقة وبأي ثانية، فأنت تقدر تعمل سكيب للسؤال اللي بدك إياه. تمام، راح نبدأ أول شيء بالسؤال رقم 2. السؤال رقم 2، الفازو إنهيبيتوري بيبتايد كوزز، تمام، stimulation of the intestinal cell to secrete water or electrolytes. صح، الفازو إنهيبيتوري بيبتايد كان بيعمل لي هيك، وهذا الكلام موجود بالكتاب. stimulation of gastric secretion، لا هو اسمه فازو إنهيبيتوري بيبتايد بيقلل gastric secretion. relaxation of the lower esophageal sphincter، هذا الكلام صحيح. ال lower esophageal sphincter هو contracted most of the time، تمام، وانا بدي اعمل له relaxation لما انا اكل مشان الاكل يفضي يدخل الاستومك، تمام. ال inhibitory effect تبع الفيجاس بيكون عن طريق النيتريك اوكسايد والفازو انهيبيتوري بيبتايد، بيروحوا للور اسفجيل سفنكتر ويعملوا ريلاكسيشن. لو النيتريك اوكسايد والفازو انهيبيتوري بيبتايد قلهم بيصير عندي حاله اسمها ايكاليزيا، ودرسناها بالباثولوجي انه السفنكتر هذا بيضل مسكر. فالاجابه A والاجابه C صح، تمام. بريفرال فازو كونستريكشن، لا هو بيعمل بريفرال فازو دايلاتيشن، تمام. هذا الفازو انهيبيتوري بيبتايد. رقم 16، تمام. رقم 16، سيكريتين is released by acid in the duodenum. صح، لأنه الديودينم لما يكون في أسيد أنا محتاج أعادل الأسيد هذا بسرعة، مشان البنكرياتيك إنزيمز والدايجستيف إنزيم الموجودة بالديودينم محتاجة الكالين ميديوم، فأنا ما بدي يصير لها ناتوريشن، فأنا على طول لازمني أعادلها، لازم أعادل الأسيديتي اللي موجودة هون. فمين راح يسعفني بالموضوع هذا؟ السكريتين، تمام. فالسكريتين اللي يحفزه الاسيد ان ذا ديودينم، اسيد ان ذا يورين، لا السكريتين ما له علاقه باليورين اصلا. السيلز ان ذا ديودينم ميكوزا تطلع السكريتين، فعلا من الانتيروكروماتين سيلز كانت السيلز تطلع لي السكريتين. الديستنشن اوف ذا كولون ما له علاقه ايضا بالسكريتين، تمام. فالاجابه A والاجابه C صح. سؤال رقم 18، اباوت جاستريك انهيبيتوري بيبتايد، ذا فولوينج ار ترو اكسبت. It's secreted from duodenal mucosa. كلام مضبوط، لأنه أنت أغلب أصلاً الهرمونات اللي عندك راح تطلع من الأنترم ويطلعوا لك من duodenal mucosa، تمام. It's secreted from duodenal mucosa، هذا كلام صح. هو بده الغلط، بده ultra accept. It has positive feedback on gastric secretion and motility. اسمه gastric inhibitory peptide يا رجل، فكيف راح يكون عنده positive feedback؟ كيف راح يزود لي gastric secretion and motility؟ فهي الإجابة خاطئة، فالإجابة بي غلط. It's stimulated by presence of excess fat. صح، هذا الكلام مضبوط. It inhibits both gastric secretion and motility. هذا كلام أيضا جميل، ولكن هنا بالنقطة بالنسبة لنقطة C، دكتور عفت قالت لنا أنه هو يعني هو بالكتاب كان مكتوب الاثنين، بس قالت الجاستريك inhibitory peptide mainly related للكربوهيدراتس، تمام. فالكربوهيدرات هي اكثر شيء بيطلعه، فاعتبرت فكره انه presence of excess fat ما بيطلع لي الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد، هي بدها تتكلم عن الكربوهيدرات واعتبرت انه بس الكربوهيدرات اللي بيزودوه. فاذا الاجابه الوحيده الخاطئه هون شو اسمه، الاجابه الوحيده الخاطئه هون برقم 18 شو اسمه، بي اعتبرناها غلط لانه ما بيزود الجاستريك سيشن، وسي اعتبرناها غلط لانه المين ريليس تبعه هو الكربوهيدرات، الافكت تبع الفات على الريليس تبعه يكاد يكون افكت ضعيف، تمام. فهاي كانت جواب دكتور عفت، لان احنا رحنا قلنا لها، قلتها انت بصراحه بالكتاب كاتبه انه الجلوكوز والفات، قالت بس الجلوكوز اكثر واهم، فاذا سي غلط،
تمام. هذا كان رد الدكتورة علينا كالتالي. بالتمام بالنسبة لنقطة 20، the GIT hormone are characterized by all the following except تمام they are secreted in a specific stimuli during digestion. صح كلهم بيطلعوا stimuli ردا على ارتفاع pH نقص pH stretch ما stretch فهي كلها physiological stimuli أثناء digestion. تمام the effect are abolished by cutting the nervous system of the GIT. هاي قاعدة نرجع لها إنه أغلب الخواص تبعت ال GIT كلها بتكون بسبب الإليمنتري تراكت نفسه. كيف يعني بسبب الإليمنتري تراكت نفسه؟ يعني كلها الأوريجين تبعها بيكون يا أما النيرفز تبعت الـ ENS Enteric Nervous System يا أما السلس تبعت الهرمونز، وهذا كله independent عن السمباثاتيك والباراسمباثاتيك. إذن السمباثاتيك والباراسمباثاتيك وأي نيرف متوصل للإنتريك نيرفوس سيستم، النيرفات المتوصلة للإنتريك سيستم هي regulatory تمام لا أكثر ولا أقل، يعني يا بيزودوني يا بينقصوني، ولكن هل أنا شغلي معتمد عليهم؟ هذا كلام خاطئ، هم بس يزودوني أو يقللوني. For their effect are polished by cutting the nervous connections of the GIT. يعني لو إحنا قطعنا السمباثاتيك والباراسمباثاتيك الواصل للـ GIT، هل الإيفكت تبع الهرمونز يختفي؟ طبعاً الهرمونز ما بتختفي لأن هم independent تمام، وأصلاً هم بيطلعوا in response to stretch أو response للأكل داخل الديودينم أو سواء داخل الستومك بالنسبة للجاسترين، فالنيرفات ما لها علاقة. تمام 20 تمام their effect are polished by cutting the nervous system of the GIT. قلنا انه هاي اجابة خاطئة تمام the effect in areas in GIT that may be far away from the sites of release. صح لان هم كلهم يعتبروا في جزء كبير منهم يعتبروا true hormones او endocrine hormones، والendocrine hormones اغلبهم بيشتغلوا على distal site، يعني تلاقي طالع من مثلا الانترم وبينزل للبورتال سيركيليشن، من بورتال سيركيليشن سيستميك سيركيليشن بيرجع للستومك. فهذا الكلام صحيح، كل الاندروكرين هرمونز عندهم الخاصيه هاي. دي اي في انجكشن اوف ذير اكستراكت برودوسز سيميلر افكت تو ذس برودوسد باي ذا ريس اوف ذم. هو المفروض انه هذول اندوكرين هرمونز، فانا لما اعطيهم اي في يعطوني افكت قريبه من الشغل هاي، ولكن دكتور عفت لما ناقشناها بالنقطة هاي رفضت النقطة هاي تماما، وقالت انه الاكشنز اللي بتطلع ما بتكون كثير سيميلر للناتشرال هرمون، فاعتبرت النقطة هاي خاطئة. فاذا الجواب بي غلط والجواب دي غلط، فاذا هم هذول الاجوبة المطلوبة فراح تكون بي ودي. سؤال 21 تمام. سؤال 21 about the gastric releasing peptide. تمام شو هو الgastric releasing peptide؟ احنا عندنا كالتالي، عندي ستايل عندي فيجاس تمام، الفيجاس بيطلع لي ستايل كولين، وعندي شغله اسمها انتر نيورون تمام. ستايل كولين، ستايل كولين بيشتغل على شغله اسمها انتر نيورون، الانتر نيورون هذا لما يوصل للستايل كولين بيطلع لي شغله اسمها جاستريك ريليزنج بيبتايد. حطوا الفكره هاي ببالكم لانه راح تحتاجوها كثير تمام. فالسيكونس هذا بيتكرر كثير عندي بالجي اي تي، انه الفيجاس بيطلع ستايل كولين، احنا محافظين هاي الفيجاس بيطلع ستايل كولين، الستايل كولين تبع الفيجاس بيروح يشتغل على بعض الانتر نيورونز تمام، لما بيتفاعلوا بالستايل كولين تبع الفيجاس بيطلعوا لي جاستريك ريليزنج بيبتايد تمام. فهو بيصير عن جاستريك ريليزنج بيبتايد هون تمام، الجاستريك ريليزنج بيبتايد. فيسالني كالتالي it inhibits the intestinal motility through liberating gastrin. شو اسمه الجاسترين شو اسمه بيعمل لي انهيبيشن للانتستاينال موتيليتي. هاي اجابه خاطئه، الجاسترين بيزود الانتستاينال موتيليتي. كيف الجاسترين بيزود الانتستاينال موتيليتي؟ اول شيء لقم انه هرمونالي تمام او كيميكالي لقم انه كيميكالي الجاسترين very similar للCCK اللي هو كوليسيستوكاينين بنكريوزامين. لو انه الكيمياء تبعت الجاسترين كثير بتشبه CCK لدرجة انه الجاسترين نفسه ممكن يفعل نفس الريسبتورز بشغلها CCK، فالCCK بيزود لي intestinal motility، فاذا الجاسترين ايضا الى شك الى حد بعيد يزود لي intestinal motility. مو بس هيك الجاسترين
لما بيطلع دليل انه في اكل وصل وصل الاستومك تمام. فالاكل هذا بعد شوي راح يتفضل ويروح الانتستين. فالجاسترين من البدايه بده يجهز لي الانتستين وبيبدا يحفز لي فيها الكونتراكشنز او الموتيليتي لانه جاها اكل عشان تبدا تنقل لي الاكل على اجزاء الانتستين ويصير له ابزوربشن. فالاجابه هاي خاطئه. الجاسترين ما بيقلل الانتستين الموتيليتي بل بالعكس يزودها. It increases the gastric secretion. طبعاً الجاسترين بروح يشتغل على البارايتال سيل بيزود لي gastric secretion. تمام. It decreases the pancreatic secretion. هاي الإجابة غلط. تمام. ودكتور عفت يعني أكدت لنا عليها بالأسئلة الجاية ولكن نفسي تعدلها بالسؤال هذا. فالإجابة هنا راح تكون A plus C. ليش؟ لنفس السبب قلت لكم إياه. الجاسترين كثير بيشبه CCK chemically. حتى if you google it راح يقول لك انه الجاسترين كثير كيميكلي بيشبه السي سي كي لدرجه انه هو بيفعل الريسبتور تبعت السي سي كي. الجاسترين نفسه بيروح للريسبتورز على البنكرياتيك ايلاندز بيزود البنكرياتيك سكريشن. ونفس الفكره انه انا جاسترين بيصير بطلع لما بيكون اكل فيه في الاستومك. فالاكل بعد شوي راح للانتستين فانا ابدا اجهز الانتستين اقول للبنكرياس صنع انزيمز انا في اكل جايك بعد شوي والانتستين تحركي. فهو بيزود الانتستينال موتيليتي ويزود البنكرياتيك سكريشن. اذا الاجابه A وسي راح يكونوا غلط. تمام. فهي دكتور عفت بس ممكن نسيت تعدلها بالتعديل اللي نزل ولكن هي اكدت لنا على المعلومه هاي بالاسئله الجايه وراح نشوف هلا. تمام. فراح نخليها A وC. تمام. It's found in the hypothalamus. هاي معلومه جديده مو موجوده بالكتاب ولكن هي فعلا صحيحه. الجاسترين ريليزن بيبتايد شو اسمه يعتبر نيورو ترانسميتر بالبرين. فالإجابة هاي صح. تمام. نروح للسؤال اللي بعده راح يكون سؤال 30. نشوف سؤال 30 شو بيقول. سؤال 30 كان فيني من الأسئلة الصعبة ولكن يعني فكرته جميلة. نقرأ السؤال بعناية ونحدد على النقاط اللي تهمنا. During the chewing of bowls of food but before swallowing. كلمة chewing before swallowing يعني الأكل ما دخل الالمنتري تراكت ما وصل لا الستومك ولا وصل انتستين. يعني باختصار أنا هون بحالة اسمها السيفاليك فيز. تمام. يعني الأكل doesn't reach GI tract. تمام. يعني انا لسه بحاله السيفاليك فيز والاكل ما وصل جي اي تراكت. فمشان هي قالت لك هون بيفور سوالوينج. تمام. سليفري سكريشن بنكرياتيك سكريشن وجاستريك سكريشن شو اللي بيزودهم؟ تمام. تعال نشوف الاختيارات او بدون ما قبل ما نشوف الاختيارات احنا خلينا نفكر. اغلب الهرمونات اللي بتطلع بالجي اي تي بتطلع بسبب ستريتش للوول. السي سي كي والسكريتين والجاسترين كلهم بيطلعوا بسبب انه في اكل دخل الاستومك او دخل الانتستين عمل لي ستريتش فاحنا ردينا عليه او بسبب وجود النيوترينتس موجوده بالديودينم. تمام. بنرد عليها. فهو كله اغلب الهرمونات السبب الرئيسي بخروجها هو كونتاكت بين النيوترينتس والميكوزا. تمام. ولكن بالحاله هاي هل انا عندي اي كونتاكت؟ لا انا لسه الاكل بيفور سوالوينج لسه ما بلعته. تمام. ف المايسترو بالحاله هاي راح يكون الفيجاس لانه انت لما مجرد ما تدخل فكره انه انا عم بطبخ انا في اكل عم بضبطه عم بحطه الباراسمباثيتك على طول بيشتغل عندك وفي عندك جنرالايزد فيجاس فيجال اكتيفيتي وجنرالايزد اسيتايل كولين اكتيفيتي. تمام. فالاسيتايل كولين هو المايسترو بالموضوع هذا كله. فتعال نشوف الاختيارات. يقول لك استالكولين سي سي كي نيتريكوسايد سي سي كي بيطلع بالكونتاكت فهذا على طول غلط. هاي غلط. تمام. نيتريك اوكسايد في اي بي وهيستامين هذول النيتريك اوكسايد والفي اي بي كمان بيطلعوا بالكونتاكت فهذا كلام غلط. في اي بي جاسترين وسوماتوستاتين كمان بيطلعوا بالكونتاكت خاصه السوماتوستاتين بيطلع بارا كرايم مانر. طيب الاجابه الوحيده اللي بتنفع هي A. ليش؟ تعالوا نتناقش. تمام. تعال نشوف ليش ايه هي الصح. استالكولين طبعا لانه الفيجاس هو اساس شغال بدون اي كونتاكت بالفود. الفيجاس لما بيشتغل وين بيروح؟ الفيجاس استالكولين انا رسمت لكم اياها من شوي بيروح انتر نيورونز. اول شيء الاستالكولين نفسه من الفيجاس بيروح يزود لي السليفري سكريشن. تمام.
هاي بسيطة وجميلة جدا. بالنسبة عاد للجاستريك وبنكرياتيك سكريشن، استايل كولين تبع الفيغاس، هاي قبل ما يوصل اي فو اي اكل، تمام. الاستايل كولين، سوري، استايل كولين يروح يشتغل على انتر نيورون، يطلع لي جاستريك ريزن بيبتايد، جاستريك ريزن بيبتايد يطلع لي جاسترين، الجاسترين راح يروح يشتغل لي مكانين، راح يزود لي الاتش سي ال وينزل للبنكرياس نفس ما قلت لكم، يزود لي البنكرياتيك سكريشن. فالحصيله عندي انه هذا كله زاد. كمان الهيستامين بيشتغل على ريسبتورز بالبارايتال سيل، يزود لي الاتش سي ال، ويشتغل على ريسبتورز موجوده بالبنكرياس، بيزود لي البنكرياتيك سكريشن. فالاجابه الصحيحه هون الستايل كولين والجاسترين والهيستامين، ان هذول كلهم بيطلعوا independent of contact of food، كلهم بيطلعوا عن طريق انه الستايل كولين اخذ الابر هاند عن طريق الباراسمباثيتك ستيميوليشن. تمام تمام، وناقشنا ايش الاجوبه الثانيه خطا، فهذا هو الاجابه الوحيده اللي تنفع. السؤال اللي بعده سؤال 34. سؤال 34، secretion of the saliva increases when all except touch receptor in the mouth are stimulated. هذا هو اللي هو unconditioned reflex، تمام. فهذا الإجابة صحيحة. هاي صح، هو بده الإجابة الغلط. The mouth is flushed with the pH. هاي صراحة نرجع لها. Subject thinking about appetizing food. هذا unconditioned reflex، أو هذا conditioned reflex عفوا. Vomiting is imminent، تمام. لما البني آدم يبدأ يعمل vomiting إحنا بنزود salivary secretion، مثلا نعمل neutralizing للأسد اللي طالع من الستومك. من الاستومك. The mouth is flushed with acid fluid with pH of 4. قالت لنا دكتور عفت انه هذا بيعمل injury. pH 4 الماوث ما بيتحمله. تمام؟ فانجري. انجري يعني pain. انجري يعني cell death. هذا بيحفز لي، بيعمل لي حاله من الاسترس، هو يعتبر استرس على التشو. الاسترس بيزود لي السمباثيتك، السمباثيتك بيقلل السليفري سكريشن. فالاجابه الغلط هون انه السليفري سكريشن ما بيزيد لما يكون البي اتش اوف ماوث 4. طيب انت كيف الفوميتنج بيزيد لانه راح يطلع اسيد؟ الفوميتنج زاد قبل الاسيد اللي بالستومك يطلع لفوق، تمام. فانا لسه ما صار في كونتاكت بين الاسيد وبتوين وبتوين السليفري جلانز، اما هون بالميكانيزم هذا بقل السلايفيشن. تمام تمام، نروح للسؤال اللي بعده. 45، تمام. هي قالت ريموف اكسبت، فصار بده الاجابه الصحيحه. باو ديجلوتينيشن سنتر اتس انتايرلي ان انفولونتري the axe control medullary center. لا، الاول فيز منها كان بتكون عن طريق المايوهايويد موسل، هايويد موسل، وهاي كانت فولنتري، انت تختار امتى تبلع. فهو اول بارت منها بيكون فولنتري، فهي مش انتايرلي انفولنتري، فالاجابه هاي خطا. تمام. بايلاترال فاجوتومي ابوليشز ذي شو اسمه ذي اسوفيجيال بريستالسيس. لا، لانه انا نفس ما قلت لكم من شوي انه الجي اي تراكت، الفيجس والسمباثيتك هم ريجولاتوري، فانا لما اقطعهم هذا ما بيعمل لي ابولشمنت لاي ريفلكس موجود، لانه الريفلكس بتكون في منها جزء لوكال وفي منها لونج فاجو فيجل، فاللونج فاجو فيجل راح يروح ولكن اللوكال شغال. دامج اوف ذا ديجلوتينيشن سنتر ابولشز ذا باكل فيز. الباكل فيز اللي احنا قلنا فيها اللي هي المايوهايويد وبيكون فيها منها جزء فولنتري، فانت كسر الديجلوتينيشن سنتر براحتك، انت هيك عملت لي ابولشمنت للانفولنتري فيز وليس الباكل فيز، فالاجابه هاي كمان غلط. The peristalsis in the lower part of the esophagus can be initiated، تمام، by local enteric reflex. هذا كلام جميل جدا، لانه الاسوفيجس بيتكون فيه two peristalsis wave، في البرايمري وهاي تكمله للبريستالتيك ويف اللي بتكون بالفارينكس. طيب، وفي وحده ثانيه اسمها السكندري، هاي بتصير لما يكون في retained food ما راح بالبرايمري، not removed by primary. شو القصة؟ شو الهاي؟ خلينا نتذكرها.
الديكلتينيشن او البلع من البدايه للنهايه بيبدا اول شيء بكل فيز المايو هايويد مسل كونتراكت تدفع الفود لورا. دخل الفود للفارنكس، هذا بيشغل لي بريستالتيك ويف موجوده بالفارنكس عن طريق مين؟ عن طريق عمو ديكلتينيشن سنتر، يشغل لي الفارنكس ويعمل فيه برايمري او بريستالتيك ويف، ينزل لي الاكل تك 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 بالفارنكس يوصله للاسوفيجس. بعد ما وصل الاكل للاسوفيجس تمام، في تو ويفز بالاسوفيجس، في برايمري ويف اللي هي الكونتينيويشن تبعت الويف تبعت الفارنكس كان مسؤول عنها الديكلوتينيشن سنتر. لو البرايمري ويف هاي ما عدت لي كل الاكل وصلته للاستومك، لو في ريتيند فود بالاسوفيجس لاي سبب من الاسباب، كان الاكل كثير كان ما بعرف شو، لاي سبب من الاسباب فشلت البرايمري ويف انها تمشي لي كل الاكل، بواقي الاكل بتعمل ستريتش للاسوفيجس. ستريتش للاسوفيجس بيروح يبعث افرنت للماينتريك، والماينتريك ترد عليه بإيفرنت كونتراكشن، وهو هذا اللي بيعمل لي السكندري بريستالتيك ويف، وهذا كله بيعتبر لوكل، فهو فالإجابة الصحيحة راح تكون دي. تمام تمام، أتمنى يكون الكلام واضح. 57 وين 57؟ أوكي، سفجيل بريستالسيس استيميتد باي ستال كولين، فعلا الاسوفجيال بريستالسيس استيميتد باي ستال كولين، سواء البرايمري ويف او سواء شو اسمه اللوكال ويف، هاي كلها بتعتمد على الفيجال ايفرنت، واي فيجال ايفرنت بالدنيا راح تعلي لي ستال كولين. واكبر دليل انه انا لما يكون عندي الباراسمباثيتك زايد كل الانشطه بالجي اي تي بتزيد، وهذا بسبب زياده الستال كولين. از انيشيتد باي فيجال ريفلكسز الاسوفجيال بريستالسيس، انيشيتد يعني قصده هو هون بيتكلم عن البرايمري، والبرايمري كانت تكمله الفارنجيال، والفارنجيال كان بسبب ديجلوتينيشن سنتر اللي بعث لي ايفرنت عن طريق الفيجس، فهذا الكلام صحيح. كان بي كوزد باي ديستنشن اوف ذا اسوفجس، انا لسه شارحها تمام، فهي اجابه صحيحه، فالاجابه الصح هتكون اول ار كوركت تمام، اللي هي دي تمام. نروح للسؤال اللي بعده، راح يكون سؤال رقم 76 cephalic phase of the gastric secretion تمام، وسكتين هو بده الإجابة الصح. cephalic phase of gastric secretion يعني أنا لما بفكر بالأكل لسه ما في أي contact بين الأكل والهاي، occurs when food reach the stomach، هاي إجابة خطأ لأنه أنا لسه ما وصل الأكل، أنا بغي مجرد تفكير، إذن هاي cerebral تمام، انا بفكر فبزود الريت اوف باراسمباثيتك بكل الجسم فبزود الاكتيفيتي تبعت الفيجس. اتس نوت اكامبايند باي ريز اوف جي ار بي، انا قلت لكم لا الجي ار بي بيزيد، وانا شرحتها فوق اللي هي فوق ما قلت لكم الميكانيزم هذا، ديروا بالكم منه. هذا اللي هو لا مش هذا، بسم الله يا رب، اللي هو هون انا بفكر بالاكل فالفيجس بيزيد، فالفيجس بيزود الاستال كولين، الاستال كولين بيشتغل على انتر نيورونز، والانتر نيورونز زودوا لي الجاستريك ريزن بيبتايد، فالاجابه هاي صح. احنا واقفين فبيزود لي الفبل هاي، احنا واقفين عند سؤال 76. اوكي نرجع للسؤال تبعنا تمام. اتس نوت اكامبايند باي ريليز اوف جي ار بي، لا هي اكامبايند باي ريليز اوف جي ار بي، از كنترولد باي فيجاي نيرفز تمام، صح لانه هو بيعمل ريجوليشن وكنترول تمام، هذا الكلام صحيح. طب ليش رق دي غلط؟ It's not blocked by injection of atropine. حلو. الانجكشن of atropine بتعمل لي بلوك للسيفاليك فيز. ليش؟ لأنه السيفاليك فيز originates بالهيد تمام، لسه ما لها بالبرين، هذا البرين لسه احنا ما وصلنا الجي اي تراكت، فرضا انه هذا الجي اي تراكت، فأنا هون شغال، فأنا بالبرين تمام بزود الفيجس، والفيجس زود لي استايل كولين، والاستايل كولين فوق بيزود لي الانتر نيورونز اللي بيطلع لي جاستريك ريزن بيبتايد، فأنا لو عطيت أتروبين راح أسكر الريسبتور تبعت الانتر نيورونز، أي ريسبتور استايل كولين راح يتسكر، فراح يقل عندي الاكتيفيشن تبع الانتر نيورونز، فراح يروح عندي الجاستريك ريزن بتايد، وانا كمان مسكر الاستايل كولين اللي هو ممكن دايركتلي يزود لي الجاستريك اسيد، فهذا كومبليتلي ابولش ال شو اسمه
السيفاليك فيز، فالاتروبين يعمل لها بلوكج. تمام. كيف عبد الله؟ طيب الكتاب كان قايل انه لو عطينا اتروبين هذا ما بيحل البيبتيك ألسر، لانه الاتش سي ال بيطلع بجي ار بي كمان، مو بس ستايل كولين. صح، هذا الكلام مضبوط في حاله لو كان الجي ار بي طلع بالجي اي تراكت. تمام. ليش لما يكون طلع بالجي اي تراكت؟ لانه بالجي اي شو اسمه، لانه بالجي اي تراكت بيطلع الجاستريك ليزن بيبتايد دايركتلي من الفيجس. تمام. ما بيعتمد على انتر نيورونز، فساعتها انت صح لما تعطي اتروبين راح تسكر استايل كولين، ولكن الفيجس لسه شغال. فمشان هيك لما بنعطي اتروبين بيزيد الجاستريك ليزن بيبتايد. كمان تحت بيكون فيه هيستامين، فالهيستامين بيلعب دور، فكمان الاتروبين ما راح يسكره. فالهون الاجابه الوحيده الصحيحه هي سي، is controlled by vagal nerves. تمام. 80. all of the following statements are true and are untrue except. يعني هو بده الإجابة الصح. تمام. peptic ulcers can be treated by anticholine esterases. anticholine esterases هي أدوية تمنع تكسير استايلكولين، يعني استايلكولين يزيد، فهذا بيزود لي HCL. بيبتيك ألسر ما راح تزيد، ما راح تقل، بالعكس راح تزيد. gastric secretion response hypoglycemia is due to gastrin. اصلا ما في gastric secretion بالهايبوغلايسيميا. هايبوغلايسيميا يعني انا دخلت بحالة ستريس، يعني انا سيمبا شغال، يعني الستايل كولين قليل والفيجاس قليل، فانا اصلا ما عندي جاستريك سكريشن، انا الجاستريك تبعي قليل، فالاجابه هاي كمان غلط. بيبتيك ألسرز تند تو هيل باي ريموفال اوف ذا بايلوريك انترم، هاي الاجابه الصحيحه، وسبق لكم ليش، بس نقرا اخر واحده. فوميتينج اوكرز باي سموث ماسل سيريتال ماسل، لا السكيلتال ماسل هي اللي تضغط على الستومك خاصه الانتيريو ابدومينال واسل، فبتعمل لي الفوميتينج. ليش الريموفال يساعد البيبتيك ألسر؟ يا طويلين العمر والسلامه، البايلوريك انترم هون اكثر مكان في جي سيلز، حتى الكلام هذا مكتوب بكتاب الباثولوجي، اكثر مكان في جي سيلز هو البايلوريك انترم، والجي سيلز هي اللي بتطلع لي الجاسترين، اللي بيطلع لي الاتش سي ال. ففي عمليه جدا مشهوره اسمها انتروكتومي، انتروستومي، واتيفر، يعني فكرتها بسيطه، قالوا انت وين اكثر شيء بيطلع، اكثر مكان في جي سيلز واكثر شيء بيطلع لك الجاسترين؟ قالوا الانترم. قال خلص بسيطه، نشيل الانترم ونوصل البادي على البايلورس وخلصنا، كل عام وانتم بخير. فبالتالي الجاسترين راح يقل، فبالتالي الاتش سي ال راح يقل، فبالتالي فعلا البيبتيك ألسر راح تهيل او راح تتحسن لانه تقللت الاتش سي ال. تمام. هذا سؤال 80. اوكي، سؤال 96. حلو. سؤال 96. the chyme entering small intestine causes a release of secretin which results in. اوكي 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 اوكي، سكريتين شو بيسوي لي؟ فالدكتور عفت خلتها all except. تمام. قالت هون هي راح تصير all except، وفي شغله منهم يعني غلط، فهي بدها السؤال الاجابه الغلط. تمام. stimulation of pancreatic fluid which there are no enzymes، هو little enzymes ولكن مش no enzymes، خاصه السكريتين little انزيمز، والسي سي كي كان مور انزيم لس فلويد، ولكن هي ليتل مشنو، فهي الاجابه الغلط من البدايه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا الاجابات الثانيه. بنكرياتيك فلويد ذا ايدز ان بروتكشن اجينست ديفلوبمنتال اوف ديودينال ألسرز، صح. تمام. هاي الاجابه صحيحه، لان بنكرياتيك فلويد مليان بايكارب، فبيعدل لي الاتش سي ال، فبيضبط لي الديودينال ألسرز. بنكرياتيك سكريشن هوز بي اتش از جست رايت فور ذا اكشن فريز بنكرياتيك انزيمز، بنكرياتيك انزيم ذا الكالين ميديوم، فانا البي اتش تبعي ممتاز لها. بنكرياتيك فلويد سكريشن اوف لارج فوليوم كونتيننج لو كلورايد بت هاي كارب باي كارب، هذا الكلام مضبوط، هذا بيسوي السكريتين، فالاجابه الغلط اللي هي اي، وهذا هو المطلوب. تمام. يلا هانت كم سؤال ضل؟ ضل ثلاثه ضل 8 اسئله. يلا بسم الله بعين الله. 180. about gastric motility all of the following is true except it's marked in the distal half of the stomach. احنا قسمنا الستومك الى جزئين، proximal اللي هو fundus وبادي،
وديستال اللي هو انتروم وبايلورس. لقينا انه هذا البروكسيمال وظيفته الرئيسيه انه ريلاكس عشان يستقبل الاكل، لقينا انه الديستال وظيفته الاساسيه كونتراكت عشان يعمل لي ميكسينج و جرايندينج ويخلي لي الاكل كايم ينزل للديودينم. ف it part in the distal half of the شو اسمه of the stomach. الاجابه الصحيحه هو بده الغلط. It's inhibited by painful conditions. اي شيء تسمع عنه painful condition معناته هذا stress، معناته هذا سيمبا، معناته هذا كل عام وانت بخير، يقل الفيجاس، فبالتالي شو اسمه الجاستريك موتيليتي راح تقل. تمام. It's decreased by السي سي كي هرمون. طبعا السكريتين والسي سي كي خللوا لي الجاستريك ايفاكيويشن مشان انا الحق اهضم الاكل الموجود عندي. تمام. وشو هو الانتيرو جاستريك ريفلكس؟ قالك يا طويل العمر والسلامه، تمام، هاي الانتستين فيها اوبستراكشن لاي سبب من الاسباب. تمام. في اكل هنا مو عارف اتخلص منه. فالانتستين هنا فرضا هاي هي الاستومك، طبعا لا تاخذوني على رسمي الجميل جدا، فرضا هاي الاستومك. فالانتستين تروح تبعث نيرفز وتقول للاستومك يا استومك انا فيني اكل، لا تفضي لي كمان، فتعمل انهبيشن للاستومك موتيليتي. فهذا النيرفز طلعت من الانتستين راحت للاستومك، فبيسموها انتيرو جاستريك ريفلكس، بيعمل لي انهبيشن للاستومك ميدييتد. تمام. هاي معلومة مو مكتوبة ولكن يعني مو موضحة صراحة بالكتاب ولكن مهمة. باي انتستاينو فيوجل نيرفز. كيف مين شو هذول؟ الانتستاينو فيوجل نيرفز هم نيرفز بيحسوا بالديستنشن تبع الانتستين، يقوموا يبعثوا لي شو اسمه نيرفس سبلاي للسمباثيتك اللي موجود بالبارا فيرتبرا الجانجلي، فعلوا لي السمباثيتك، فالسمباثيتك يروح يعمل لي انهبيشن للجاستريك موتيليتي، وهذا هو البيز الرئيسي بالانتيرو جاستريك ريفلكس. فهذا اللي احنا كنا بنتكلم عنه. احنا وين كنا؟ سؤال 108. ف it's inhibited، فهذا كلام صحيح. It's increases by over distension of the stomach. Over distension of the stomach، تمام، معناته في سيفير اوبستراكشن بالانتستين لدرجه انه الاكل جمع بالانتستين وكمان جمع بالاستومك. الاوفر ديستنشن هذا بالاستومك بيفعل لي بين، تمام، بيعمل لي بين وبيعمل لي دامج، والبين والدامج بيشغلوا لي سيمبا، والسيمبا راح يقلل لي الموتيليتي، فالموتيليتي بتقل بالاوفر ديستنشن اوف ذا ستومك. كمان شغله ثانيه، ال 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 ال, ال لما يكون عندي انتستاين اوبستراكشن سيفير لدرجه عندي جاستريك اوبستراكشن، انا بدي اخلص من الاكل، فما بقدر اخلص منه بالانتستين، انا راح ازود الاوبستراكشن، فكمان هذا بيفعل لي الفوميتنج. فالفوميتنج تكون الجاستريك باسيف، اللي هو قال لك حتى بالفوميتنج انه الاستومك بتكون ثابته باسيف، انا بضغط عليها من برا بالسكيليتال ماسل. فالاوفر ديستنشن تبع الاستومك بيشغل السمباثيتك فبيوقف لي شغلي، وكمان بيفعل لي الفوميتنج ريفلكس، والفوميتنج ريفلكس ما بيكون فيه موتيليتي من الاستومك بقدر ما بيكون فيه ضغط على الاستومك بالسكيليتال ماسل، فبيعمل لي ريفرس بريستالسيس. فالاجابه هاي هي الغلط اللي هي دي. 111 all of the following is true. اوكي هون اكسبت ترو اكسبت، هو بدي الغلط. فازون stimulated intestinal excretion inhibited gastric excretion، هذا كلام صحيح. دايموكس، تمام، هذا carbonic anhydrase inhibitor. carbonic anhydrase enzyme مو enzyme بسيط، بيجيب لي CO2 ومن الآخر يكسر لي يحول لي CO2 زائد H2O، يحول لي لcarbonic acid، تمام، اللي هو بعدين بيحول لي لكربونيك اسيد. انا ناسي صيغته الكيميائيه. الكربونيك اسيد بينحل ل HCO3 سالب بلس H موجب. هذا شغل الكربونيك انهايدريس انزيم، تمام، يجيب لي CO2 والمي يعطيني بايكارب ويعطيني هيدروجين ايونز. فهاي العمليه كانت مهمه كثير بالبايكارب سكريشن بالبنكرياس، ومهمه كثير
بالاسيد سيكريشن بالستومك. فالدايموكس كربونيك انهيدراز انهبيتر انكريسز بوث جاستريك اتش سي ال و اتش سي او ان بانكرياتيك جوس، بالعكس هو بيقلل هما الاثنين تمام، لانه انا منعت العمليه هاي كلها فما بقدر احصل لا هيدروجين ايونز ولا بايكارب تمام. فهاي الاجابه خاطئه، فهي هاي الاجابه اللي راح نختارها. ولكن بوث جاسترين جلوكاجون سيركيون باك اند تريم صح، هاي الكلام صحيح جدا، اغلب الهرمونات بتطلع من الانترم والديودينم. جاسترين از سيكريتد فروم اولموست ذا هول جي اي تي، كانت علامه استفهام كبيره انه وات كيف جاسترين يطلع منه، احنا بنعرف انه بيطلع من الانترم والديودينم. دكتور عفت قالت لنا لا في بيبرز حديثه بتشير انه فعلا الجاسترين بيطلع بكميات صغيره من كل الجي اي تي ميكوزا، فاحنا المفروض نقرا بيبرز ونتثقف خارج الصندوق ونعرف هاي انه هذا الشيء فعلا موجود. فهي ما رضت تعتبر انه الا الاجابه به هي الخاطئه تمام. 113 55 كلام فاضي الكوهوليك ولكن has destruction of gastric glands تمام. This condition would predispose to which of the following؟ البني آدم هذا ما عنده gastric glands يعني الستومك تمام، ما عاد فيها لا parietal cells ولا peptic أو sheaf cells تمام. فشو راح يصير عنده؟ بيصير عنده أنيميا لأنه البارايتال سيل بتطلع لي HCl plus intrinsic factor اللي كان مهم لفيتامين بي 12. فلما يقل فيتامين بي 12 أنا بيصير عندي ميغالوبلاستيك أنيميا تمام. هل راح يصير عنده استياتوريا؟ استياتوريا هاي ديفيشنز بالبنكرياتيك انزيمز وليست الجاستريك انزيمز. جاستريك هايبو موتيليتي ما لها علاقه الجلاندز بالموتيليتي تمام، لانه هو ما له علاقه بالموتيليتي الجلاندز تمام. فجاستريك السر ليش مو جاستريك السر؟ طيب بما انه جلاندز فميوكس وهيك، فهي دكتور عفت قالت لنا انه الميوكس بيطلع من اغلب الاستومك تمام. وانا لما بسالك عن الجاستريك جلاندز انا خاصه بسالك عن البارايتال سيلز والبيبتيك سيل، فهو راح يعمل انيميا بس. ف 113 راح يكون الجواب دي. 114 which of the following statement are true about motor function of the stomach which of the stomach isn't true. بده الاجابه الغلط. لا سوري مش 114 انا حاط 119 ماي باد. اوكي 119 بايلوريك اوبستراكشن تمام ان ان انفنت. اوكي بايلوريك اوبستراكشن شو يعني بايلوريك اوبستراكشن؟ يعني هاي الاستومك هون فتحت بالانتستين والاوبستراكشن كان هون تمام، ما اخذنا اول جزء من الديودينم معنا. فالاوبستراكشن هون تمام. فبرولونج but severe vomiting. فالفوميتنج هون راح ياخذ لي ال HCl content لانه هو ما وصل للديودينم، فانا بخسر HCl يعني بيقل الاسيد بيزيد الالكالين ميتابوليك الكالوزز. شكرا. فراح تكون ميتابوليك الكالوزز B تمام. هاي 100 شو اسمه ميتابوليك الكالوزز تمام اللي هي 119. 120 راح تكون كالتالي obstruction of the small bowel leading to severe vomiting with loss of duodenal content تمام. هون نرجع نفس الرسمة الكروكي تبعتنا، نطلع الرسمة اللي فوق. هون الobstruction كان هون، فالvomiting راح يوش للديودينم ويوش HCl، فأنا بأخذ الديودينال كونتنت اللي هو أغلبه بايكارب HCO3 وبأخذ ال HCl الموجود بالاستومك. فهي اعتبرت أنه بما أنه إحنا خسرنا الديودينال كونتنت هو اللي بياخذ الأبر هاند، فراح يعمل لي ميتابوليك أسيدوزس تمام. فهي هيك كانت مصرة على الكلام هذا. فليش؟ لأنه الديودينال كونتنت إحنا خسرنا ال HCO3. دكتور بيطلع مع ال HCl كمان، المفروض يتعادل، المفروض ما يصير عندي مشكلات. لا، الديودينال كونتنت
هو اغلب الالكالي الموجود بالجسم، فانا لما بخسره بالفوميتنج هذا بيغطي لي على اي شيء، فانا على طول بدخل ميتابوليك اسيدوسس. اوكي. وليش كمان؟ قالت لانه كمان كمان يعني في شغله، دائما السي او 2 اللي موجود بالريسبيراتوري بيعمل لي كربونيك اسيد. كربونيك اسيد دائما انا بتنفس عندي كربونيك اسيد، ففي مصدر كبير للاسيد اكثر من ال HCl في الجسم، اللي هو الكربونيك اسيد اكثر من ال HCl، تمام؟ فلما انا بس الالكلي هو البايكارب، واكثر ما كان فيه بايكارب هو الديودينم، فانا لما بفقد البايكارب ما في شيء بيعوضه، لما بفقد الاسيد ال HCl شوي الكربونيك اسيد بيعوض. فهون اتفقنا على انها ايه. Out of the following statements concerning pancreatic secretion are true except، تمام؟ هي بدا الشغله غلط. البنكرياتيك سكريشن about 8 صح، في HCO بايكارب كثير صح، contains digestive enzymes صح، its secretion is primary under neural control، مكتوبة صراحة بالكتاب انه primary under hormonal. ليش؟ لانه هو معتمد باغلب الشغله على السكريتين والCCK وايضا الجاسترين، فأغلبه هرمونال وليس نيورال. تمام. ظل ثلاث أسئلة، الله أكبر. تمام. السؤال 133. أوكي، السؤال هذا وي جوجلد إت وأعطانا الأرقام هاي، وشافت هي الأرقام هاي وقالت الأرقام أنتوا جايبينها صح، أنتوا كيف ما بتعملوا جوجل، كيف ما بتدوروا؟ فتقريبا يا جماعة هذا البي اتش، هذا البي اتش تبع كل سكريشن، فلقينا إنه الهيباتيك سكريشن بيوصل لثمانية ونص، فهو أعلى واحد بهذول، فالإجابة راح تكون سي. باختصار احنا لازم نكون نعرف الأشياء هاي. اوكي. bile contains which of the following constitutes except. تمام. نذكركم قصة جميلة. اول شيء نبدأ نتكلم عن البايل. البايل بيتكون من شو؟ بيتكون من شغلتين اساسيتين، بيتكون من كوليسترول، بيتكون من بيليروبين. طيب، بس انا لازم اذكرك بقصة، وبيتكون من بايل سولتس كمان، في شوية بايل سولتس. تمام، هاي مكونات البايل. طيب شو قصة البيليروبين؟ كيف بيجي البيليروبين؟ الموديول 106 الله يرحمه كنا بنقول انه البلد، تمام، اسمه هيموغلوبين، هيم وغلوبين اسمه هيموغلوبين صح. الغلوبين بروتين بيتكسر لأمينو أسيدز، هذا بيتكسر لأمينو أسيدز ونمتصهم. لما نجي نكسر الهيم كان بينكسر عندي إلى شغلتين، بروتوبورفيرين هي المادة اللي شايل الآيرن وشوية آيرن، الآيرن نمتصه، والبروتوبورفيرين نجي نكسره راح ينكسر لشغلة اسمها unconjugated bilirubin. الunconjugated bilirubin بيروح طريق الدم للليفر، بالليفر بنعمله شغله اسمها كونجيجيتد، بنحوله ل كونجيجيتد بيليروبين. الكونجيجيتد بيليروبين الليفر يفرزه بالجول بلادر ويدخل لي من مكونات البايل، تمام. فالكونجيجيتد بيليروبين يدخل بالبايل، بعدين لما انا افرز البايل هذا بالديودينم مشان انا امتص، بالانتستين في شويه انزيمات تحول لي الكونجيجيتد بيليروبين لشغلة اسمها يورو بايلينوجين. اليورو بايلينوجين هذا بيطلع بالبلد بيروح للكدني، بيخلي لي لون البول أصفر إلى برتقالي، وبيروح ويتركز بالستول لأنه هو بالإنتستين أصلا بيتصنع، وبيخلي لي لون الستول دارك. فهي القصة الجميلة تبعت الميتابوليزم أوف ذا هيم، خلوها ببالكم. تمام، فنيجي نشوف عاد ال contents of the bile except في bile salt صح، في كوليسترول صح، في يوروبايلينوجين. ليش لا؟ لأنه اليوروبايلينوجين وين تكون؟ اليوروبايلينوجين شوفوا تكون لما وصل الكونجيوجيتد بيليروبين، وصل لي للانتستين وتحول بالانتستين بانزيمات تبعت البكتيريا تبعت الانتستين لليوروبايلينوجين. فهذا وين اجى؟ هذا بالانتستين. free bilirubin يعني unconjugated bilirubin. هل الكلام هذا صحيح؟ لا، unconjugated bilirubin موجود بالبلد، موجود بالليفر، اللي موجود بالجول بلادر او البايل سكريشن هو conjugated bilirubin. فهاي غلط وهاي غلط، فالاجابه راح تكون سي ودي.
آخر سؤال ونختم اوكي. Emptying of the gallbladder is inhibited by the following except somatostatin sympathetic stimulation progesterone. Somatostatin قلنا انه بينهبت كل السكريشنز، هذا هيك هرمون كرهان الحياة كلها وبيعمل inhibition للكل. Sympathetic عكس الجهاز الهضمي فبيقلل كل السكريشنز كمان، فهذول كلهم بيعملوا لي inhibition. تمام. الإستروجين والبروجستيرون، البروجستيرون بيعمل لي inhibition، وهاي يعني we googled it وهي قالت لنا أكدت لنا إنه البروجستيرون بيقلل. طيب كيف الإستروجين هو اللي بيزود؟ طيب قصتها جميلة ولطيفة. الإستروجين بيروح يفعل لي إنزيم اسمه همج كو اي ريدكتيز، هذا الإنزيم بيزود لي تصنيع الكوليسترول، والكوليسترول كان أساسي بالبايل سكريشن، فالبايل راح يزيد، فالبايل لما يزيد يعمل ستريتش للجول بلادر وول، فستريتش فبترد عليه بكونتراكشن فبيزيد الإيفاكويشن. فكل عام وانت بخير. اذا الاستروجين هو الشغله الوحيده اللي تزود الايفاكيويشن هون. تم بحمد الله يا شباب مراجعه اغلب الاسئله اللي كان فيها مشاكل واللي حسينا انها فعلا صعبه بالاسئله القسم تبعت الفسيولوجي. اتمنى انه تكون الاسئله واضحه، واللي عنده اسئله زياده انا ما ذكرتها بالفيديو ممكن يسالها على الكومنتس تبعت البوست هذا، او لو انت بجروب اي بالواتساب تبع دفعة أسأل هناك وراح نجاوبكم. وبس أتمنى يعني الفيديو يفيدكم، وأنا راح أكتب بالدسكريبشن الدقيقة لكل سؤال. بس أشكركم على حسن